فيديو للناس الكسلانه واللي ما عندهاش مهارات واللي شايفه ان العمل الحر صعب بالنسبه لها. النهارده هعلمك ازاي عن طريق الترجمه سواء بجوجل ترانسليتر او عن طريق الذكاء الاصطناعي تترجم ملفات عبيطه جدا اشخاص طالبه ان هي تترجمها، وبالتالي تبتدي ان انت تحقق ارباحك بشكل سهل وبسيط جدا على موقع مستقل. في فيديو النهارده ان شاء الله هنمشي مع بعض الموضوع ده خطوه بخطوه لحد ما تبتدي ان انت تتحط على اول سلمه للنجاح على الموقع دوت، وتبتدي ان انت تبني لنفسك قاعده جماهيريه ويبتدي ان هو يكون ليك شغل مستمر ان شاء الله على الموقع ده. فيلا بينا نبدا مباشره. بس قبل ما نبدا، لو لسه ما اشتركتش يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد، وتعمل لايك للفيديو لما يعجبك، واللي انا متاكد ان هو يعجبك ان شاء الله. يلا بينا نبدا الشرح بتاعنا مباشره. تمام شباب، اول حاجه دلوقتي اكيد بتيجي في بالكم ازاي ان احنا نسجل في الموقع دوت وازاي ان احنا نبتدي نشتغل عليه. مفيش مشكله، هنمشي مع بعض الخطوات دي سريعا. زي ما انت شايف، بس ده ال $200 بتوعي، في $15 قيد التنفيذ، والقابلين للسحب بالنسبه لي هم $188 فقط. ده من شغل حوالي 3 شهور كده كنت بسلي نفسي على الموقع دوت. وفايفر اللي متابعني عارف ان انا عملت شغل كويس جدا على فايفر و خمسات، والحمد لله كنت حققت ارباح بالاثبات للي متابعني، يعني شايف الفيديوهات بتاعتي اللي فاتت ومستقل بمزمز عليه كده او بسلي نفسي عليه، قدرت ان انا اعمل ارباح بسيطه الى حد ما، ولكن باسهل طريقه ممكنه وهي ترجمه الملفات لاشخاص ثانيه. فعشان ما اطولش عليك برضو، يلا بينا نشوف ازاي نشتغل على الموقع ده، ازاي هنسجل مع بعض على الموقع ده، وازاي نشوف العروض بتاعت الاشخاص اللي هنشتغل ليهم، ونبتدي ان احنا نحقق الارباح بتاعتنا من وراهم. يلا بينا. تمام جدا، اول حاجه هنعملها ان احنا هنروح على جوجل وهنكتب مستقل علشان نبتدي ان احنا نوصل للموقع بتاعنا. طبعا هسيب لك اللينك في صندوق الوصف، ما تشيلش اي هم خالص، هندوس على اول لينك بالشكل دوت، هتخش على موقع مستقل، هتيجي من الثلاث شروط اللي على الجنب وهتكتب حساب جديد او هتضغط على حساب جديد. هنا تقدر ان انت تخش باستخدام الجوجل بتاعك او حساب المايكروسوفت بتاعك، او ان انت تسجل بالطريقه التقليديه بتاعتك، ولكن انا بالنسبه لي بسجل بحساب جوجل عادي جدا. وليكن المرة دي هخش معاك بحساب جديد خالص عشان نبدأ نشوف مع بعض العملية بتبقى ماشية ازاي. تمام، بعد ما بنخش بيطلب منك ان انت تبتدي ان انت تحط اسم مناسب للاسم بتاعك اللي انت تبتدي تستخدمه، وليكن مثلا فكرة 92. انت دلوقتي هنا لو انت صاحب مشاريع، معنى كده ان انت هتبتدي تطرح مشاريع والناس تبتدي ان هي تشتغلها لك، ولكن انت عاوز تشتغل وتاخد فلوس على الشغل بتاعك، فهتبتدي ان انت تتعلم على كلمة مستقل وهندوس حفظ. هتلاقي بعد كده ان هو دخلك على الحساب بتاعك بالشكل دوت، بيكون رصيدك في الاول صفر، مفيش اي مشكله. كل اللي عليك دلوقتي ان انت تتاكد ان انت عامل رقم الجوال بتاعك، ضيف مهاراتك، عامل شغل ليك قبل كده، اعمل كذا شغل ليك وسجله. مش عاوز اطول بس على الموضوع، ولكن انا هقول لك الموضوع ده بيتم ازاي واحنا شغالين مع بعض. كل اللي انت هتعمله دلوقتي ان انت هتيجي من فوق كده وتعمل تصفح المشاريع وتضغط عليها بالشكل ده، هيجيب لك كل المشاريع اللي موجوده حاليا واللي تقدر ان انت تشتغلها مهما كانت. طبعا عندك هنا زي فلتريشن او فلتر، تقدر ان انت تختار الحاجات اللي ليها علاقه بالشغل اللي انت عاوزه، ولكن انت هتيجي في البحث هنا مثلا وليكن هتيجي تكتب ترجمه، هيجيب لك الشغل اللي ليه علاقه بالترجمه. عاوز تكتب مثلا عن مقالات، فتيجي هنا تكتب مثلا كتابه مقالات، فهيجي لك المشاريع المتاح فيها كتابه مقالات، واللي ينفع بالمناسبه ان انت تستغل فيها الذكاء الاصطناعي، وممكن دي نعمل لها حلقه تاني لوحدها. ولكن احنا في فيديو النهارده بنستغل المهاره الاسهل والانسب لكل الناس. فانت هنا بيقول لك هو مطلوب مترجم مختص وخبير في الترجمه من اللغه الانجليزيه الى العبريه والعكس. هنا واحد بيقول لك انا عاوز اترجم الملف بتاعي دوت من الانجليزيه الى العربيه، الامر ده يحتاج مهاره كبيره في الترجمه، والملف مترجم منه تقريبا ربعه. فعلى على سبيل المثال هنشتغل على الشخص دوت، الشخص ده بيتقدم له 72 عرض، الراجل دوت مقدم الطلب بتاعه من 9 ساعات، فطبعا انت هتلاقي حاجات كتيره قوي موجوده تقدر ان انت تشتغل عليها بنفس الكونسبت او بنفس المبدا اللي احنا بنتكلم عليه. احنا مثلا هندوس على الشغل دوت بالشكل دوت، هتلاقي ان حالة المشروع مفتوحة، حالة النشر او تاريخ النشر من 9 ساعات، الميزانية المطروحة من $25 ل$50، مدة التنفيذ للمشروع ده الراجل طالبها في 3 ايام، اوريدي المشروع مطروح من 9 ساعات، فانت بتتكلم ان كده انت قدامك يومين اتنين فقط. متوسط العروض الناس كلها ابتدت ان هي تقدم باقل حاجة اللي هي $25، معنى كده ان انت كمان هتقدم ب $25. جميل جدا.
انت دلوقتي هتبتدي تقرا الشخص ده طالب ايه، بيقول لك انا عندي ملف يحتوي على مجموعه من الكلمات والجمل عاوز اترجمها من الانجليزيه الى العربيه، وسايب لك اللينك اللي هتنزل منه الملف من هنا واللي انت مطلوب منك تترجمه له. طيب خلينا ننزل الملف ونشوف احنا ازاي هنترجمه وازاي نشتغل عليه، ولكن انا كده وريتك ازاي ان انت بتسجل. هبتدي ان انا ارجع للملف او الاكونت او الحساب الرئيسي بتاعي ونشتغل من خلاله على نفس التاسكايه دي او نفس المهمه دي. تمام شباب، زي ما انتم شايفين بعد ما نزلت الملف بتاع الراجل ده وابتديت ان انا ترجمته في الملف بتاعي في ملف وورد، زي ما انتم شايفين ابتديت ان انا احط كلام عربي وترجمته للانجليزيه. كل اللي عليا دلوقتي ان انا هرجع للشخص المقدم الخدمه دي واقول له ان انا هسلم لك الشغل بتاعك في يوم واحد، قيمه العرض بتاعي تبقى 25 دولار وهي اقل قيمه هو حاططها، هو حاطط من اقل حاجه 25 دولار ل 50 دولار، كل الناس حاطه 25 دولار، بالتالي عشان يكون شغلك تنافسي لازم تحط انت كمان نفس القيمه. طبعا مستقل بياخد منك 5 دولار او اللي هي دي نسبه العموله بتاعته، انت الصافي بتاعك هيبقى 20 دولار. هتبتدي تيجي هنا تحط تفاصيل العرض بتاعك، انت شغال ازاي وعامل ايه، وممكن تحط نبذه من الترجمه اللي انت عملتها، وبعد كده هترفق الملف اللي انت عملته للشخص ده، ممكن تحط زي ما قلت لك جزء منه مش كله، هتحط جزء منه فقط. وعلى سبيل المثال هندوس اوبن وهنكتب كده. تمام شباب، كده انا مليت البوكس بتاعي، هبتدي ان انا انزل واعمل اضف عرضك. هتلاقيه ان هو حط لي التفاصيل بتاعتي بالشكل دوت. انا مترجم معتمد من جمعيه المترجمين الامريكيه، تقدر تستخدم الذكاء الاصطناعي عشان يساعدك في الكلام ده كله. انا استخدمت في الجزء من الثانيه الذكاء الاصطناعي عشان يعمل لي القصه ديت. طبعا هتشوف الناس تحت عامله نفس الكلام بتاعك، وبالتالي اول لما الشخص دوت يبص على الاوفر بتاعك بيبتدي ان هو يتواصل معاك وبيوافق ان هو يشتغل معاك على القيمه دي اللي هي ال 25 دولار. انت قلت له خلال يوم، طبعا مجرد ما هو هيوافق هيبتدي ان هو يتواصل معاك وبيدي كونفيرم لمستقل ان هو هيشتغل معاك، وبالتالي مجرد ما انت بتدي له الملف بتاع الشغل اللي هو طالبه هو بيقول دان وبيبتدي مستقل يحول لك الارباح مباشره. زي ما انت شايف المراحل بتمشي كالتالي، مرحله تلقي العروض احنا ديت في المرحله بتاعتنا دلوقتي، في بعد كده مرحله التنفيذ. مرحله التنفيذ دي اللي هو بيقول لك انت اللي هتشتغل لي يا فلان على المشروع بتاعي وبيبتدي ان هو يختارك. بعد كده مرحله التسليم هي المرحله اللي انت بتسلمه فيها الملف بتاعه وبتبتدي ان انت تستلم فيها فلوسك، واللي بيتم الكلام دوت او الخطوه دي بتتم عن طريق مستقل نفسه، فما تقلقش خالص. طبعا هعمل لكم فيديو ان شاء الله يكون لايف بيني وبين عميل ازاي الموضوع ده بيمشي عشان تبقى فاهم السايكل ماشي ازاي، ولكن حبيت اشرح لك الموضوع هنا ماشي ازاي، ازاي ان انت تقدر تشتغل من دلوقتي لحد ما اعمل لك الفيديو اللايف دوت، ازاي بيتم الشغل بيني وبين العملاء بشكل لايف وحصري، عشان في ناس كتيره برده سالتني على الموضوع ده. فان شاء الله هعمل فيديو حصري عن الموضوع ده ازاي بيمشي بالظبط in details بالتفاصيل. لحد ما ده يحصل لو سمحت ما تتأخرش على نفسك اكتر من كده، عندك جوجل ترانسليت تقدر تترجم من خلاله. الاداة اللي انا بستخدمها عشان اترجم للعملاء بالمناسبة هي جوجل بارد. جوجل بارد اللي ما يعرفش هو المنافس الشهير لشات جي بي تي واقوى منه ومحدث عنه، زي ما انتوا عارفين شات جي بي تي اخره 2021، لا جوجل بارد مفتوح معاك، معلوماته متطورة جدا، تقدر تخليه يترجم لك اي حاجة لاي لغة انت عاوزها، حتى العربي الانجليزية، انجليزية العربي، فرنساوي، اسباني، الماني، اي لغة انت عاوزها هيقدر يساعدك فيها. حتى كتابة المقالات بتاعته ممتازة ومميزة جدا عن الشات جي بي تي. هسيب لك برضو اللينك بتاعه في صندوق الوصف، لازم تشتغل عليه وتعتمد عليه. يا رب كلكم موفقين، يا رب كلكم توصلوا لاعلى درجات النجاح. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتش في القناه انصحك ان انت تشترك فيها وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد بنزله على القناه. ويا ريت يا ريت لو تاخد جوله في القناه، عندنا فيديوهات ممتازه جدا جدا حقيقي حقيقي، مش هتندم لو اتفرجت عليها. وفي اربع فيديوهات هيظهروا لك كمان على الشاشه دلوقتي من احسن اربع فيديوهات انصحك تتفرج عليهم ايضا. شكرا لوقت حضراتكم، كنت سعيد جدا بدعمكم ليا لحد هذه اللحظه، وطمعان ان انا اشوف دعمكم ليا للابد، لان دوت هو اللي بيشجعني وبيدعمني. شكرا جدا، الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله من فكره تانيه.